السلام عليكم. في هذه المحاضرة راح نجي على الطريقة الجبرية أو الطريقة التحليلية حتى نحدد عدد الصواني لبرج الامتصاص من نوع تراي تاور. فراح أجي على موضوع Algebric Determination of Number of Ideal States. هذه الطريقة طبعا تستخدم غالبا عندما تكون عندي Equilibrium Data بشكل خط مستقيم، بالإضافة إلى أنه Operating Line أو الخط التشغيلي أيضا يكون بشكل خط مستقيم. فعندما نقول بأنه Equilibrium Data تكون عندي بشكل خط مستقيم، راح تكون عندي علاقة التوازن بالشكل التالي. راح تصير Y يساوي Alpha X، المور ريشيو بالجاس فيس يساوي ثابت في المور ريشيو بالليكويد فيس. فبهذه الحالة علاقة التوازن راح تكون عندي بشكل خطي أو بشكل خط مستقيم. فإذا كانت علاقة التوازن معطاة بشكل خطي، بالإضافة إلى أنه نعرف أنه الأوبريتنج لاين هو أيضا راح يكون بشكل خطي غالبا، راح يكون أنه استخدم المعادلات التالية لحساب عدد المراحل. أول معادلة راح أجي أستخدمها هي N يساوي لين YN زائد واحد ناقصا الفا اكس نوت مقسومه على واي 1 ناقصا الفا اكس نوت. في واحد ناقصا واحد مقسومه على اي زائدا واحد على اي. هذا فيما يخص البسط. أما بالنسبة للمقام فراح يكون بشكل لين الأي. وهذه المعادلة طبعا تستخدم بالاعتماد على قيمة أي، وهذه الحالة عندما تكون عندي الأي لا تساوي واحد. وراح نجي هسه على تعريف الأي. هنا راح تكون عندي الأي لا تساوي واحد. في هذه المعادلة YN زائد واحد يمثل التركيز مالت الغاز الداخل بشكل مول ريشيو، والاكس نوت يمثل تركيز الليكويد الداخل الى برج الامتصاص بشكل مور ريشيو ايضا، والواي 1 هو عباره عن تركيز الغاز الخارج من اعلى البرج بشكل مول ريشيو. اما بالنسبه للاي فراح يتم تعريفه بالشكل التالي. الاي راح اقدر اعرفها بشكل تساوي سلوب اوف اوبريتنج لاين فيما يخص البسط مقسومة على slope of equilibrium line. وهنا طبعا سميتها equilibrium line وليس equilibrium curve، لأنه احنا قلنا في بداية العملية انه هذه الطريقة تستخدم اذا كانت عندي علاقة التوازن خطية، يعني equilibrium ما راح يصير بشكل curve وانما راح يصير بشكل خط مستقيم. وهذا طبعا راح يساوي Ln برايم مقسومة على ألفا في جي ام برايم. Ln برايم هو عبارة عن الفلو ريت مالت الانيرت ليكويد، والجي ام برايم هو عبارة عن الفلو ريت مالت الانيرت غاز، وعرفناها المصطلحات مسبقا. وهذا راح اسميه absorption factor. هذا المصطلح يسمى absorption factor أو معامل الامتصاص. إذا المعادلات اللي راح تستخدم تحليليا لحساب عدد الصواني راح يحددها قيمة الأي. إذا كانت عندي قيمة الأي لا تساوي واحد فراح أستخدم هذه المعادلة اللي موضحة عندي هنا. أما في حالة أي يساوي واحد فراح نجي نستخدم المعادلة التالية. فراح أقول N راح يساوي YN زائد واحد ناقصا y1 مقسومة على y1 ناقصا الفا x0. هذه تستخدم في حالة إذا كان عندي الـ a يساوي واحد.
إذن هذه الحالة فقط تستخدم إذا كان عندي الـ A يساوي 1. المعادلة الأولى الموجودة عندي هنا والمعادلة الثانية هاي تستخدم بالنسبة للـ absorption اللي هو عملية الامتصاص. أما إذا كانت عندي العملية هي عملية stripping اللي هي معكوس عملية الامتصاص، فراح تصير عندي المعادلات بالشكل التالي. فراح أقول for stripping راح تكون عندي معادلة بالشكل التالي. تعريف الـ A راح يبقى مثل ما هو، اللي هو عبارة عن absorption factor، واللي هو عبارة عن slope of operating line مقسوم على slope of equilibrium line. بالنسبة للـ stripping راح تصير عندي المعادلات بالشكل التالي. أول معادلة راح تكون عندي الـ N راح يساوي لين X نوت ناقصا y n زائدا 1 مقسومة على الألفا مقسومة على x n minus y n زائدا 1 أيضا على ألفا. في 1 minus a زائدا a هذا فيما يخص البسط. أما بالنسبة للمقام فراح يكون عندي بشكل لين راح يصير عندي المقام لين 1 على أي، وهذا يستخدم عندما يكون عندي الأي لا يساوي 1. هذا في حالة أنه الأي لا يساوي 1، لكن هذه المعادلة راح تستخدم بالنسبة للستربينج اللي هي عملية الانتزاع اللي هي معكوس عملية الأبزوربشن، يعني الغاز بعد أن يتم امتصاصه باستخدام الليكويد حتى نسترجع الليكويد ونسترجع الغاز نسوي عملية stripping اللي هي تقنيات مختلفة وراح نجيها في مواضيع أخرى إن شاء الله. أما إذا كان عندي الآن أو الأي عفوا يساوي 1 فراح تكون عندي معادلة الآن بالشكل التالي. راح يصير عندي الآن تساوي X نوت minus XN مقسوم على XN minus y n زائد 1 على الفا. ايضا فيما يخص x نوت والy n زائد 1 فهي عباره عن التراكيز الطرفيه لبرج الامتصاص مثل ما موضح عندي بهذا الشكل الموجود عندي هنا. هذا هو x نوت وهذا هو y n زائد 1 وهذا هو x n. اما بالنسبه للالفا فالالفا تمثل الميل الخاص بالاكوليبريم داتا المعطاه بالسؤال. ممكن أنه أعطيك الداتا بشكل معادلة مثل ما موضح عندي هنا، وممكن أنه في بعض الأحيان يعطيني أرقام بشكل جدول X مقابل Y. نرسم هذه الأرقام على ورقة رسم بياني ونحسب الميل لهذا الخط المستقيم. إذا تأكدين بأنه الداتا المعطاة عندي هي عبارة عن خط مستقيم نقدر نحسب الميل مباشرة من الجدول، لكن في حالة إذا فقط داتا معطاة فإذا رسمنا الداتا طلعت بخط مستقيم راح يكون بإمكاني أن أستخدم هذه المعادلات. وهذه المعادلة طبعا راح تصير في حالة إذا كان عندي الـ A يساوي 1. المعادلات اللي استخدمناها اللي هذه المعادلة وهذه المعادلة وهذه المعادلة وهذه المعادلة عفوا أو أنه المعادلات المستخدمة لحساب الـ N تسمى كريمسر إيكويشنز. هذه المعادلات تسمى كريمسر إيكويشنز أو معادلات كريمسر.